إن شاء الله راح نتكلم عن بعض الصفات الموجودة في الخلايا السرطانية الغريبة نوعا ما التي يعني لاحظوها العلماء. طبعا لاحظ العلماء أن الخلايا السرطانية تفرز كميات كبيرة من حمض اللاكاتيك، أكبر من حمض اللاكاتيك من الخلايا الطبيعية، وهذه الظاهرة توجد عادة عند نمو الورم السرطاني في داخل الجسم، وكذلك يعني عند نمو الخلية السرطانية في المختبر. ويعود الفضل في اكتشاف هذه الظاهرة يعني لعالم لعلماء يعني الكيمياء الحيوية في عالم اسمه أربريدج، وهو اللي اكتشف هذا الشيء الموجود في الخلايا السرطانية. لذلك يعني تسمى هذه الظاهرة بظاهرة إيربريدج. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس. كان معكم الباحث خالد من السعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم درس قادم.